خاطر نجيب مطلع ميه واحد نروي به. فده الرز اللي مات ونشف في الارض هناك دي، الفلاح هيتدمر السنه دي وهيموت. ومفيش حد من المسؤولين ولا حد سائل عننا ولا حد بيقول انتوا بتعملوا ايه يا شعب هنا اصلا. مش عارف يعني احنا هم ناسين الفلاح، ولا الفلاح ده ماليش لازمه في البلد ده، ولا ايه بالظبط يعني؟ عاوزين حد من المسؤولين يطلع يقول لنا ايه اللي بيحصل ده. ميه بقى لنا اسبوع دلوقتي ما طلعناش ميه. 7 ايام دلوقتي ما طلعش الارض لا ميه، والرز بموت قدام سعادتك اهوتي، والفدان بيتكلف زراعه بس 2000 جنيه. واحنا ناس مأجرين وغلابه يعني، مش ملاك ولا حاجه، احنا ناس مأجرين من اصحابنا. وما فيش ميه سعادتك ان احنا نملى الارض ديت، والارض ناشفه سعادتك اهي قدامها زي ما انت شايف على الطبيعه اهوتي، والترعة ناشفه وما فيش بيجي لنا ميه. فعاوزين تغتونا بالعجل بعد اذن سيادتكم المسؤول، يغتنا بالعجل لان زرعتنا ماتت ورزنا راح. واحده بواحده هيموت كله من قله الرايه. عايز يشرب تاني ولا لا يا باشا؟ ده قطن ميت اهو، نشف اهو من قله ميه. والارض شرب قدامك اهي. يولع في نفسه هو الفلاح، يولع في نفسه هو احسن له. الغلال هذه الغله اللي طالعه من الارض، الغله والله بعناها بطن مرميه اهي، مرميه والله الغله بعناها بطن حقي. ظلم في ظلم. والميه دلوقتي ظروفها ايه؟ ميه مش ميه اهي. شوف الارض، شوف الارض اهي، الارض اهي. تعالى يا عم الارض دي، احنا ما حدش يتكلم اصلا. ما هي الارض اهي، الارض اهي. تعالى يا عم امشي. يجيب واحد بجرافطه ما يعرفش حاجه عن الارض ويجي يبص. لما طلع كلمه فارس للمنصور هودي حضرتك لغايه المنصور. عارف ايه ده ولا الميه؟ دول اصحاب الاراضي الكبار، والفلاح الغلبان يموت. ودي الميه اللي